بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة إن شاء الله من محاضرات الأونلاين للتسويق المتخصص Advanced Marketing للدارسين باللغة العربية والإنجليزية التابعين لأكاديمية النصر. معاكم دكتورة وفاء نصوح. بنأكد تاني على الرولز بتاعتنا، الدراسة بتاعتنا للدارسين بالعربي وبالإنجليش، وبالتالي المحاضرات بتاعتنا الباوربوينت بالانجلش والشرح بيكون عربي وانجلش. الريفرنس بتاعك اللي بتذاكر منه هو البرزنتيشن، الباوربوينت برزنتيشن اللي احنا ان شاء الله هنوفرها لكم، والشرح بتاع المحاضرات. طريقة التقييم على حد علمي انها هتكون من خلال المحاضرات. المحاضرة الرابعة بتاعتنا النهاردة لكوتلر كيلر هي الـ Identifying Market Segments and Targets. بنحدد ايه هي قطاعات السوق المستهدفة ومين من قطاعات السوق هو ده اللي انا هشتغل على توصيل الرسالة التسويقية بتاعتي ليه. الرسالة التسويقية بتاعتي لازم تكون مبنية على التارجت ماركت اللي انا حددته من البدايه، ولازم تكون IMC Integrated Marketing Communication، بمعنى انها يونيفايد ماركتنج مسج، رساله تسويقيه موحده. تمام. طيب نشوف مع بعض ايه هو الاسئله زي ما تعودنا بتاعه الشابتر اللي بنرجع نناقشها في نهايه كل فصل ان شاء الله عشان نتاكد ان المعلومات بتاعتنا وصلت سليمه. الشابتر ده بيسأل وبيقول عن What are the different levels of market segment؟ ايه هي الليفلز المختلفة لتقسيم السوق؟ How can a company divide a market into segments؟ ازاي الشركة تقسم السوق لقطاعات؟ What are the requirements for effective segmentations؟ ايه هي متطلبات segmentation او التقسيم الفعال للسوق؟ How should business ماركتس بي سيجمنتد؟ ازاي اقسم قطاعات السوق في مجال البيزنس؟ هاو شود ا كامباني تشوز ذا موست اتراكتيف تارجت ماركتس؟ ازاي الشركه تختار اكتر قطاع سوق بالنسبه لها يكون جذاب، وبناء على ايه طبعا هتعتمد الجاذبيه. بنقول ان الكامبانيز كانت كونكت وذ اول كاستمرز، ما تقدرش الشركات ان هي تتواصل مع كل العملاء. In large, broad or diverse marketing، خاصة لو كان الكلام دوت في اسواق خارجية او اسواق دولية. But they can divide such markets into groups of consumers or segments، ولكن اللي تقدر تعمله انها تقسم الاسواق ديت لقطاعات او consumers او مجموعات. كل مجموعة منهم ليهم الneeds والwants بتاعتهم، تحدد الاحتياجات والرغبات بتاعتهم. A company then needs to identify which market segment it can serve effectively، وبناء عليه تقدر الشركة تحدد أنه قطاع من قطاعات السوق هي اللي تقدر تخدمه، طبعا بناء على المعطيات اللي حصلت عليها وبناء على resources بتاعت المؤسسة. القرار ده require a keen understanding of consumer behavior، القرار ده علشان يجي لازم يستلزمه فهم عميق جدا لسلوك العميل and careful strategic thinking، وطريقة تفكير استراتيجية عالية جدا. To develop the best marketing plans، عشان تحط الخطط التسويقية. Managers need to understand what makes each segment unique and different، لازم على المديرين ان هم يفهموا اللي بيخلي كل قطاع unique and different، ومميز ومختلف. Identifying and satisfying the right market segment is often the key to marketing success. سر نجاح التسويق هو انه يحدد صح من البداية قطاع التسويقي اللي هيشتغل على اشباعه. Effective targeting require، علشان اعمل targeting استهداف مظبوط ده يتطلب الاتي. 1. To identify and profile certain groups of buyers who differ in their needs and preferences، تحدد وتعرف البروفايل بتاع كل مجموعة من المشترين بناء على احتياجاتهم ومفضلاتهم. Select one or more market segment to enter، اشتغل على شريحة او اكتر
تقدر تقول ان انت هتدخل تشتغل عليها وتبيع لها في سيرتن سيجمنت معين، قطاع معين، هو ده القطاع اللي انا هشتغل عليه، قطاع او اتنين، تمام؟ او حدد ايه هي القطاعات حتى لو كانت اكتر من كده. establish and communicate the distinctive benefits of the market offering. لازم تحدد ايه هو الاوفر، الماركتنج اوفر اللي انت هتعمله، العروض التسويقية اللي انت هتقدمها شكلها ايه، حددها وابتدي اوجد الشانلز، الكوميونيكيشن شانلز اللي هتوصل بيها للناس. What is a market segment؟ تعريفه بقى، والتعريف بتاعه مهم جدا. تعريف قطاع السوق: consist of a group of consumers who share a similar set of needs and wants. مجموعة من المستهلكين مشتركين في النيدز والوانس بتاعتهم. segmentation، التقسيم، التقطيع. طيب is a process that companies use to divide the large heterogeneous markets into small markets that can be reached more efficiently and effectively with products and services that match with their unique needs. هو العملية اللي بيتم فيها تقوم بها الشركات بتقسيم القطاع الكبير المختلف من السوق إلى أسواق صغيرة، الأسواق الصغيرة دي متشابهة في السمات والخصائص بتاعتها، وتقدر الشركة أنها تتواصل معها بشكل أكثر فعالية لتقديم منتجاتها وخدماتها. The company can often better design, price, disclose the product or service, and can also fine-tune marketing program and activities to better reflect the competitor's marketing. يبقى الشركة بتحاول باستمرار انها تعمل ديزايننج، تقسيم وتصميم وتسعير للمنتجات والخدمات بتاعتها في ظل البرامج التسويقية المختلفة والأنشطة التسويقية اللي بترفلكت طبعا في سوق التنافسي اللي موجود حوالينا وبنشوفه في مجال المنافسة. Market segmentation بتديفايد الماركت into well-defined slices. عملية تقسيم السوق ديت بتقوم على تقسيم السوق لشرائح. الماركتير تاسك is to identify the appropriate number and nature of market segments and decide which one to target. We use two broad groups of variables to segment the consumer market. دور المسوق ايه؟ انه يحدد اعداد القطاعات اللي ممكن ان هو هيشتغل عليها. زي ما احنا شايفين هنا في الماركت سيجمنتيشن اللي قدامنا، ده تقسيم من خلال الديموغرافيكس، الخصائص الديموغرافية زي السن والنوع، الجندر والايج والانكم، دي تقسيم ديموغرافيك. تقسيم بيهيفيرال، ده وين ذا ماركت ريسيرش بيحاولوا يقسموا الكاستمر سيجمنتس according to different needs or product responses، ردود الفعل تجاه المنتجات والخدمات بتاعتهم. فالسلوك الشرائي شكله عامل ازاي؟ بشتري كم علبة لبن في الاسبوع؟ بيكفيني علبتين لبن في الاسبوع ولا بستهلك حوالي 10؟ طبعا ده بناء على الايه، على حجم العائلة قد ايه. فمثلا ده السلوك في الشراء. السايكولوجي، التقسيم according to psychology، الشخصيات المختلفة بقى، الريسك تيكر والناس المحافظة والناس اللي مترددة، فبيقسم سوق طبقا للسايكولوجي كمان. والجيوغرافيك طبعا تقسيم طبقا للتوزيع الجغرافي، بشتغل ناشنال ولا انترناشنال، لوكال محلي ولا دولي، بشتغل محلي على القطاعات كلها اللي موجودة محليا من بحر الإبلي، ولا بقسم السوق ازاي. Flexible market offerings consist of two boards. العروض التسويقية المرنة بقى بتحتوي على عنصرين أساسيين، أو يمكن تصنفهم into two boards أساسيين: unique solution and discretionary options. طيب unique solution containing the product and service elements that all segment members value. Next solution حلول تمشي على الكل، ها،
او بير سولوشنز، بيقولوا عليها بير سولوشن اور نيك سولوشن، خدمات ومنتجات اي حد يقدر يستخدمها بياخد منها قيمه موحده. Discretionary options that some segment member value، في بقى مميزات معينه في قطاع بس هو اللي هيستشعرها، ماشي، هيفضلها. فاذا الاوفر اللي بيتقدم يا اما بيكون اوفر نيجد يا اما ديسكريشن، خلاص تمام. الاوفر ده اما نيجد ينفع للناس كلها، ينفع للعامه كلهم، او ديسكريشن يعني ليه مميزات او فيتشرز مخصصه ما يستفدش منها غير سيرتن سيجمنت في السوق، قطاع معين في السوق. اكزامبل بقى، دلتا ايرلاين اوفر اول ايكونومي باسنجر اسيت ان سوفت درينك. شركه دلتا للطيران بتقدم لكل الناس اللي الركاب اللي على الايكونومي اللي هي الدرجه الاقتصاديه بيقدموا لهم مقعد، تمام، وسوفت درينك مشروب. and charges extra for snacks meals alcoholic drinks، وبتطلب منك بقى مصاريف زياده extra charge، ماشي، اكسترا فيز للسناكس، شوكولاتات، بونبوني، الوجبات، المشروبات الكحوليه، تمام. يبقى انت بتذكره الطيران بتاعتك هتاخد مني نيك سولوشن للكل بياخده. لكن في بقى اكسترا فيز هتدفعها عشان تاخد مني الديسكريشن، ايه اوبشنز اللي انا هقدمها. النيش ماركتينج، النيش ماركت ده مجموعه من العملاء عايزين حاجات ديستينكتيف بقى، بنفيتس، عايزين مميزات خاصه بيهم هم بس. وبالتالي انا ببتدي اقسم السيجمنتس، القطاعات، انتو سب سيجمنتس لقطاعات تانية ثانويه، تمام. IBM مثلا، IBM ممكن بسبب ان هي بتعمل نيش ماركتينج عالي جدا للنيشرز بتوعها، الناس المميزه، ممكن تلوست بيسز من الماركت بتاعها، تلوز بعض البيسز، تفقد اجزاء من السوق بتاعها. ده دوكستر الويب سايت بتاعهم، شركة دوكستر خاصة بالكلاب، الويب سايت بتاعهم فيه تقسيم انماط الكلاب اللي عندهم وانواعها والسمات الخاصة بكل كلب. شركات اخرى طبعا، دي دعائية كلها عن شكل انا بقدم منتج يخدم الكل ولا بقدم منتج متخصص. طيب local and individual marketing، local and individual marketing definition for local marketing tailored to the needs and wants of local customer groups in trading area neighborhood even individual stores. local marketing هو السوق المحلي. سنة 2004 باسكن روبنز طبعا معروفة، dropped all TV advertising from the first time in 17 years to focus on 3-mile marketing. More emphasize on local events, promotions and remodeled stores with exciting new colors and improving customer service from greater employee training. Baskin Robbins ركزت من سنة 2004 على فكرة المحلية في الأداء، ها، وان الشركات بتاعتها او الستورز بتاعتها، المحلات بتاعتها تبقى تاخد الطابع المحلي. حتى العروض التجارية الترويجية ركزت فيها على الاحداث المحلية اكتر. HSBC بنك يعتبر بيخدم اللوكال ماركت بشكل كبير، بوزيشن نفسه as a global spanning financial institution with unique focus on serving local markets. هو صحيح ان يعتبر global institution، شركة عالمية، ولكن بيركز دايما على السوق المحلي، تمام.
اتش اس بي سي بيكوز اوف اوف سورس سنة 2003 سبورتنج هونج كونج كامبين تو ريفيتالايز ذا لوكال ايكونومي ذا ديلايد انترست بيمنتس فور بيرسونال لون كاستمرز ذات وير افكتد باي سورس. طبعا نتيجة المشكلة سورس اللي حصلت سنة 2003 ف اتش اس بي سي لغى تقريبا او اجل الفايدة على الفوائد بتاع اللي بياخدها على القروض في هونج كونج. تمام. طيب اتش اس بي سي برضو بيتارجت كونسيومر ات ليتل جروينج اريا سيرفيس. تمام. جروينج ات 125% اير نيش ويز يونيك برودكتس. اند في ماليزيا they offered smart card and no frills credit card to undeserved student segment. حلو جدا. هو بيعمل ايه؟ هو بيلوكالايز نفسه في كل بلد طبقا للمتطلبات بتاعه الشعب بتاعها، بيحاول يقدم السيرفيس بتاعته بشكل يخدم الشعب ده. عندك مشكله في البلد بتاعتك في زي السورس اللي حصل في هونج كونج، انا بقلل الفايده بتاعتي او باجلها. في ماليزيا دراسه وفي ستودنتس، طب انا بقدم لهم الكريدت كارد بدون فيس وبوجه لهم هم، هو ده القطاع اللي انا بشتغل عليه. فانت الذكاء في التسويق ان انت تحاول ان انت تفكر بشكل لوكال حتى لو انت انترناشنال بزنس. لوكال ماركتنج ريفلكس ا جروينج ترند كولد جراس روت ماركتنج. ايه الجراس روت ماركتنج؟ اتس ا ماركتنج اكتيفيتيز كونسنتريت ان جيتنج as close and personally relevant to individual customers as possible. تقترب التسويق اللي بيقترب جدا من رغبات العملاء بتوعه ورغبات المستهلك، وبيحاول ان هو يأدابت نفسه في الشكل التسويقي اللي يتناسب مع البيئة المحلية اللي هو بيشتغل فيها. sponsorship دي مثال واضح جدا على فكرة الجراس روت ماركتينج. ماشي. شركة بيبسي تبص تلاقيها عاملة دعاية وعاملة تمويل لحملات دعائية خاصة بيها، زي مثلا فريق الكورة تبص تلاقيه لابس التيشيرت وعليها بيبسي، اللوكال سكول تيمز الفرق الدراسية تعمل لهم سبونسرشيب. طيب البروفيجن اوف شوز كلوذينج اند اكويبمنت. تمام. شركه نايك لما تعمل مساهمه بالمعدات ومساهمه بالملابس لقطاعات معينه من السوق المحلي. تمام. كل ده بنسميه ايه؟ بنسميه نوع، هو نوع من انواع الادفيرتايزنج في اللوكال ماركت، بنسميه الجراس روت ماركتنج. الجراس روت ماركتنج جراس يعني عشب وروت يعني جذر. فانت في تسويقك بتنزل لأدنى مستويات اللي موجودة في التسويق جوه، مش أدنى معناها ان هي اقل قيمة، ولكن لأ انت مقصود بيها ان انت بتجو ان ديبس جوه اللوكال ماركت، بتدخل بعمق جوه السوق المحلي وبتعرف اسراره وبتعرف تفاصيله ومشاكله، وبتحاول تخترقه من خلال الايه؟ من خلال العروض الترويجية اللي انت بتقدمها له. دورة بيبسي للمدارس ده جراس روت ماركتنج. يعد الانديفيدوال ماركتنج بقى، انديفيدوال ماركتنج is the ultimate level of segmentation leads to segments of one customized marketing or one-to-one marketing. A company is customized when it is able to respond to individual customers by customizing its products, services and messages on a one-to-one basis. ده الـ individual marketing. Segmenting الـ consumer marketing، تقسيم قطاعات السوق، تقسيم جغرافي زي ما قلنا، تقسيم ديموغرافي، تقسيم psychology and تقسيم behavioral أو سلوكي.
الشورت اللي قدامنا ده شورت مهم عليكم ان انتوا تقروه، لانه هيديك بعد ورؤيه اكتر. هعمل لك زومينج ليه. ناخد امثله بس سريعه كده. كاستمر كاركترستكس، خصائص العميل. انا بعمل ايه؟ انا بعمل فاريبلز، متغيرات في التقسيم، بعملها مختلفه. طيب الاول انا عندي في مين دايمنشن، بعد اساسي هو البعد الجغرافي او ديموغرافي او السايكولوجي او طريقه الشراء نفسه، فالبيهيفير اتيتيود بتاعه شكله ايه. وبعد كده بعمل نوع من انواع التقسيم تاني اسمه ايه، المتغيرات للتقسيم. فمثلا التقسيم الجغرافي، بسألك عن المنطقة، بسألك عن حجم البلد بتاعتك، بسألك عن الكثافة بتاعت البلد عندك. طيب في الديموغرافيك مثلا ايه الفاريبلز بتاعتنا، الجندر، الجنس، النوع، سوري النوع، الايج، العمر، الريس، العرق، العرقية، انت الاصل بتاعك ايه، ريفي، صعيدي، بحري، اللايف ستيج، المرحلة العمرية، البيرث اريا، مقر الميلاد، الماريتال ستاتس، الحالة الاجتماعية، متزوج، اعزب. دي كلها امثلة على اشكال الايه، على اشكال التقسيم جوه الايه، جوه نفس السيجمنتس، تمام، اللي هو بيسموها سب فاريبلز في السيجمنتس. طب الجيوغرافيك بقى سيجمنتيشن، الجيوغرافيك سيجمنتيشن ديفايدز ذا ماركت انتو جيوغرافيكال يونتس such as nations, states, regions, countries, cities or neighborhood. The company can operate in one or a few areas. Or it can operate in all but pay attention to local variations. In that way, it can tailor marketing programs to the needs and wants of local customer groups in trading areas and neighborhoods and even individual stores. Some approaches combine geographic data with demographic data to yield even richer description of consumer and neighborhood. احيانا بعض الابحاث وبعض التوجهات بتروح تعمل دمج ما بين البيانات اللي بنحصل عليها من الجيوغرافيك ومن الديموغرافيك اناليسيس، تمام، وده في محاوله لتقسيم العملاء، تقسيم اكثر ايه، اكثر اتاحيه وافاده لينا في رؤيه العروض الترويجيه اللي هتتقدم له هيكون شكلها ايه. الجروبينج اتيك into consideration 39 factor 39 factor in 5 broad categories. عملية الجروبينج ده، التقسيم according للجروب، بتقسم لنا طبقا لخمس تصنيفات أساسية: ال education وال wealth، family life cycle، Europeanization، race and ethnicity، واخيرا الموبيليتي. الديموغرافيك سيجمنتيشن ايه الفاريبلز اللي ممكن تبقى موجوده فيه، ايج اند لايف سايكل، لايف ستيج، جندر، انكم، جينيريشن، سوشيال كلاس، ريس اند كلتشر. طبعا رساله موجهه ل certain life age ولا الكله. طيب in demographic segmentation we divide the market on variables such as age, family size, family life cycle, gender, income, occupation, education, religion, race, generation, nationality and social class. One reason demographic variables are so popular with marketeers is that They are often associated with consumer needs and wants. Another is that they are easy to measure. سهل ان احنا نقيسه. Even when we describe the target market in non-demographic terms,
say by personality type we may need the link back to demographic characteristics in order to estimate the size of the market and the media we should use to reach it efficiently. حتى واحنا بنوصف التارجت ماركت السوق المستهدف بناء على تقسيم نفسي according مثلا للبرسوناليتي تايب زي ما احنا كنا بندرس مع بعض قبل كده واخدنا المايرز تقسيم according الشخصية دي اكستروفيرت ولا انتروفيرت، شخصية فيلر ولا ثينكر، شخص جادجينج ولا بيرسيفر. we may need also to link back to the demographic characteristics. يعني حتى لو انا حطيت البعد النفسي والسلوكي الخاص بالشخصية وسمات الشخصية في عين الاعتبار، لازم ترجع بعد كده تربط ده التقسيم النفسي ده والتقسيم بتاع الشخصية، تربطه بالخصائص الايه الديموغرافية وتربطه برضو بالخصائص الايه الجغرافية عشان تقدر تحدد الماركت سايز والميديا وسيلة التواصل الكوميونيكيشن شانل اللي انت هتشتغل بيه. ده اعلان يعد تقسيم باي لايف سايكل، زوج وزوجة معهم طفل لسه دول في بداية حياتهم، طبعا هنا الاعلان بيقول لك just married، ها just married لسه متجوز حديثا، فانت بتوجه للقطاع ده من السوق عندك الاعلانات برسالة اعلانية بتخاطبهم بيها الناس اللي لسه في اول سنة جواز. الحقيقة زي ما قلت لكم قبل كده ان قدراتنا واهتماماتنا ورغباتنا بتتغير مع السن. People in the same part of the life cycle may still differ in their life stage. Life stage defines a person's major concern. الحالة العمرية بتورينا major concern اهتمامات عامة. زي هل الناس دي في المرحلة ديت بيتطلقوا كتير؟ هل بيتجوزوا زواج تاني بيمروا بتجربة جواز للمرة التانية؟ هل بياخدوا بالهم من أهلهم؟ دي الكونسورز بتاعتهم اهتماماتهم في المرحلة دي. هل بيفكروا في شراء بيت جديد؟ فاللايف ستيج دي بتدينا اوبورتيونيتيز كاملة دراستها، تدينا اوبورتيونيتيز كبيرة للمسوق ان ازاي يقدر يساعدهم علشان يفلفل الكونسيرنز بتاعتهم، يفلفل الميجر كونسيرنز بتاعتهم. شفتوا لطيف الاعلان ده friends do not let friends buy ugly cars. عمر ما الاصحاب بيخلوا اصحابهم يشتروا عربيات وحشه. هوندا كرييتيف ماشي، هوندا was targeting young people. هوندا دايما كانت في هنا في بالتارجت الشباب الصغير اللي عمره حوالي 21 سنه، وراحت وصفة العربية بتاعتها باكسبريشن يشد انتباههم. It's a dorm room on wheels. دي عربية على عجل، اوضة كده على عجل، تمام. So many baby boomers were attracted to the cars ads. تمام، عشان كده الشباب الصغير دايما كانوا منجذبين للاعلانات بتاعت العربية. هوندا فت بتأكد على ان هي موائمة دايما لرغباتك. طب الجندر بقى، men and women have different attitude and behave differently based partly on genetic makeup and partly on socialization. A research study examined how men and women shop found that men often need to be invited to touch a product whereas women are likely to pick it up without delay. الستات بتختلف حتى الجندر ما بين المرأة والرجل،
طريقة الشراء بتاعتهم. فالراجل يقول لك طب اجرب الحاجة الاول، لكن الست بتبقى عايزة تشتري الحاجة من غير عطلة، بتشتري وبتاخد قرار الشراء اسرع. من اوفن طبعا مش هنعمم، لاني انا هسمع كتير من السادة الزملاء ممكن يهاجموا ده ويقول لنا ده انا بروح بالمدام بفضل الف وبفضل منتظرها ومترددة في الشراء الى اخره. الرجالة لك الحقيقة دي دراسات هي اللي بتقول الكلام ده، الرجالة بتميل دايما ان هي تقرأ كل المعلومات عن المنتج، لكن السيدات دايما تربط المنتج بخبرة شخصية، بصاحبتها شكرت فيها، بانطباعاتها النفسية، فبتربطها دايما ببيرسونال ليفل، بحاجة شخصية. لان الست في التصنيف هتميل اكتر انها تبقى اف، بنسميها الاف في المايرز اسيسمنت، فيلر اكتر منها ثينكر. اما الراجل هيرجع للداتا والبيانات والارقام عشان يقدر يجمع معلوماته، مش انطباعات شخصية عن المنتج، لا معلومات واقعية عن المنتج. سيجمنتيشن باي جندر، لما بستارت وذ دايبرز سيجمنتنج باي سكس اوكر ات ا فيري ايرلي ستيج، لما بتكلم مثلا عن حتى الدايبرز اللي هي حفاضات الاطفال، انت بتبتدي تعمل تقسيم من بدايه حفاضات الاطفال، فتبص تلاقي الماركتير حتى بيختار في تسويق لحفاضات الاطفال الوان معينه تعبر عن الجندر بتاع الطفل او الرضيع. Some studies declare that women in the United States and United Kingdom control or influence over 80% of consumer goods and make 75% of the decision about buying new homes and purchase 60% of new cars. إحصائيات في أمريكا وإنجلترا بتدينا أرقام عالية جدا عن تأثير السيدة في عملية الشراء. فبنقول مثلا ان عنصر زي الكونسيومر جود والسيرفيسز تاثيرها فيه 80%، نيو هومز 75%، نيو كارز 60%. وعشان كده الماركتير ابتدوا يخلقوا لنا ثيم للمنتجات، يبقى ثيم فيمينين اكتر منه ميل ستايل، فيمنين حريمي اكتر، فبيحطوا ده الطابع ده في المنتجات بتاعتهم باستخدام الالوان بالاشاره الى الرغبات اللي ممكن او الحاجه اللي تجذب الميل، حتى الثيم في المنتجات للرجاله. فابتدوا يقسموا حتى الالوان اللي تراكت اللي ممكن تؤتراكت العميل اكوردنج للجندر، زي المنتجات الفيمنين تبص تلاقيها واخده الالوان الروزي والبينكات، المنتجات الرجالي يحطوا عليها طابع الجريهات والبلو جري والازرق. الانكم سيجمنتيشن از ا لونج ستاندينج براكتس ان such categories as automobile, clothing, cosmetics, financial services and travel. However, income doesn't always predict the best customers for a given product. Blue collar workers were among the first purchasers of color television set. It was cheaper for them to buy this set than to go to movies and restaurant. بيحكي لنا هنا ان التقسيم بناء على الدخل ده مش في كل الاوقات بيحقق الغرض منه، يعني انت ما تتوقعش ان منتجاتك بما انها منتجات بالتارجت الميدل كلاس، الطبقه الوسطى من الدخل او طبقة الثرية من الدخل، ما تتوقعش ان دولت بس هما اللي هيشتروا المنتجات بتاعتك. احيانا بتقدم منتجات تتوقع ان هي لمتوسط الدخل وتلاقي حجم الشراء او البروفيت جايلك من محدودي الدخل. على سبيل المثال موضوع التلفزيونات دوت، اشترى العمال اللي هما بيسموه البلو كولر، اللي هما يعني بيلبسوا البدلة الزرقاء دي، اللي هما ده إشارة إلى إن الدخل إلى حد ما منخفض، واعتبروا إن احتفاظهم بالجهاز التلفزيون ده في حد ذاته أوفر بكتير بالنسبة لهم إن هما يروحوا يتفرجوا على الأفلام بره. يبقى أنت لازم تربط الحالة النفسية والحالة المزاجية والسايكولوجي، وتدرس السايكولوجي بتاعة الكاستمر عشان تقدر تحدد مش بس الإنكم.
شركات كتير بتارجت ويلثي كونسيومر ويز لكشري جودز اند كونفينينس سيرفيسز. هوتيل بروفايد amenities to attract specific groups of wealthy travelers such as families and pet owners. Companies target not only the rich but they also target low income groups. Pound and dollar stores, المحلات اللي بيسموها دولار ستورز, الحقيقة المحلات دي بتحقق مبيعات هايلة. $1 $1 ستور, عندنا المحلات دي بيسموها الاتنين ونص, محلات الاتنين ونص. جين discounters are taking notice, target installed $1 and others offer 10 for 10. طبعا target target ده برضو من احد سلسلة المحلات الشهيرة جدا في الستيتس, في الولايات المتحدة الامريكية. بيديك الحاجة اللي بدولار وانت عارف ان هي تسوى اكتر من كده بكتير, فده بيعمل ترافيك على عملية الشراء عالي بغض النظر عن الانكم بقى سيجمنتيشن شكله ايه للعميل بتاع تارجت. بنشوف هنا السلايد دي او السلايد ديت بيورينا قد ايه ان الدولار ستورز اللي هي المحلات اللي شبه 2.5 عندنا هنا في مصر, في الدولار ستورز في امريكا اللي بتبيع كل الحاجات اللي فيها ب $1 تمام, قدرت تواجه المنافسة بتاعة السوق وقدرت تتخطى الحاجز, بينما تارجت وولمارت واقفين هما الاتنين مش قادرين يواجهوا المنافسة. طبعا هي دي رسمة فكاهية لان الحقيقة وولمارت كيس ستادي تدرس في عالم البيزنس وعالم ادارة الماركتينج والسبلاي تشين في امريكا, لكن هو هنا بس الرسمة عايزة توضح لنا ازاي ان فكرة دولار ستور بيقدر يخترق بوردر لاين ما يقدرش يخترق ستورز اخرى, لان هي اكيد مش هتنزل للليمت بتاع $1 تمام. جينيريشنال انفلونسز, تأثير بقى جينيريشن, تأثير الاجيال المختلفة. Each generation or group is profoundly influenced by the times in which it grows up, the music, movies, politics, and defining events of that period. Members share the same major cultural, political, and economic experiences and have similar outlooks and values. Marketeers often advertise to a group by using the icons and images prominent in its experiences. من الحاجات اللي بتؤثر فينا جدا خبرات اهالينا واجدادنا عن المنتجات دي, فتأثير الجنريشن ده ممكن يستمر مع الماركتير ويبقى ليه تأثير ايجابي يساعده بتسطول في حد ذاته. They have a sense of power and great quantity from growing up during the economic boom and being pampered by their boomer parents. Yet they are highly socially conscious and concerned about environmental issues. They are selective, confident, and eager. تمام. بيبي بومرز بتقدم لنا السوشيال سيكيورتي, وهي من اكتر الشركات اللي بتستمرت في امريكا في مجال التأمين على مدار فترة كبيرة جدا. ريسن كالتشر, الثقافة والعرق والجنس. Multicultural marketing is an approach recognizing that different ethnic and cultural segments have sufficiently different needs and wants to require targeted marketing activities, and that a mass marketing approach is not defined or refined enough for the diversity of the marketplace. التسويق اللي بيخدم ثقافات متنوعة ومتعددة ده توجه في حد ذاته بيخدم قطاعات ثقافية المختلفة تمام, وبيفولفيل نيدز وونس مختلفة. الهسبانيك امريكان والافريكان امريكان والايشيان امريكان ماركتس are all growing at 2 to 3 times the rate of non-multicultural
population with numerous submarkets and their buying power is expanding. Multicultural market also vary in whether they are first or second generation and whether they are immigrants or born and raised in the United States. اللي بيعبر دايما عن multicultural زي امريكا، امريكا فيها تعددية ثقافية ثرية جدا، ولكنها في نفس الوقت بالنسبة للماركتير محتاجة انه يبذل فيها وقت ودراسة قوية عشان يقدر يدرس التعددية الثقافية دي ويعمل الباكيجز اللي تتناسب مع الكالتشرز المختلفة. فكرة الدايفيرستي، الاختلاف والتنوع في الخبرات وفي الاشكال وفي الاعراق وفي الرغبات، في الجنس، في الديانات. The norms, languages, buying habits, and business practices of multicultural market need to be factored into the initial formulation of marketing category. ده مثال على شركة قررت ان تخلي الهسبانيك امريكان، طائفة الهسبانيك دول سنة 2008 هم ليهم الاولوية داخل الشركة. السايكوغرافيك سيجمنتيشن او السايكولوجي سيجمنتيشن والفولس فريم ورك، نشوف الفولس بقى دوت من الحاجات اللطيفه جدا في ان انت تدرسها عن الكاركتر والشخصيه، لازم تبقى اوير بيها. تمام. الفالس فريم ورك ده بيقول لنا ايه؟ بيقسم لنا السوق او بيقسم لنا العملاء انتو كاتيجوريز، فهيقول لنا ان انا عندي في حاجه اسمها برايمري موتيفيشن، ده في حاجات محفزه اساسيه لعمليات الشراء، هقسمهم طبقا لمين؟ هسمي ناس ايديالز المثاليين، وناس اتشيفمنت اللي هم بيسعوا للانجاز ومنجزين، وناس عندهم السلف اكسبريشن عالي اللي هو التعبير عن الذات عالي. الايديالز دولت هيتحركوا ما بين تو اكستريم، يا اما ناس ثينكرز يا اما ناس بليفرز. الناس الثينكرز المفكرين اللي بيفكروا دايما في الفاليز بتاعتهم وقيمهم الى اخره، اما البليفرز هم اللي بيؤمنوا، عنده الايمان قوي، الايمان بالمعتقدات راسخة وموجودة عنده، مش بيفكر، هو مثالياته جاية موروثة، هم بليفرز. طب الاتشيفمنت، طب الاتشيفمنت بقى اللي هو بيسعى للانجاز، يا اما اتشيفرز حد بينجز، يا اما سترايفرز حد بيحاول دايما الانجاز. سيلف اكسبريشن، السيلف اكسبريشن التعبير عن النفس، يا اما اكسبيرينسز يا اما ميكرز خبرات سابقه، يا اما حاجات بيقوم بيها وبيعملها. اللي تحت دولت كلهم بيسموهم السرفايفرز، اللي هم يدوبك يعيشوا على القد، يعيشوا على القد بمعنى ايه؟ قدرات محدوده، لو ريسورسز موارد وامكانيات محدوده، لو انوفيشن ابتكار ضعيف او الكرياتيفيتي محدوده. طيب انما المجموعه اللي فوق دولت، لا المجموعه اللي فوق دول بنسميهم الانوفيتورز، المبتكرين المبدعين، اللي بيبقى فيه هاي ريسورسز، تمام، موارد كتيره وهاي انوفيشن و ابتكار وابداع كبير. الثري كاتيجوري عندنا في الايديالز والاتشيفمنت والسلف اكسبريشن في الانوفيتور هم مين؟ هم الثينكر المفكرين، هم الاتشيفرز، هم الاكسبيرينسر، تمام، هم المفكر واللي بينجز، المحب للانجاز، والشخص اللي بيحب يمر بخبرات وتجارب كتيره يعبر بيها عن نفسه. طب المجموعه بقى السرفايفرز اللي تحت دول مين؟ دول البليفرز
تمام، اللي بيؤمن بالحاجة زي ما هي تيكت از تيس، هما السترايفرز اللي هما عايشين يدوبك علشان يخلصوا الحاجة اللي مفروضة عليهم، هما الميكرز الناس الدورز الناس المنفذين التابعين، تمام، نوت الفولور نوت الايه الليدرز. تمام، سايكوغرافيكس is a science of using psychology and demographics to better understand the consumers. In psychographic segmentation, buyers are divided into different groups on the basis of psychological personality traits, lifestyle or values. People within the same demographic group can exhibit very different psychographic profile. One of the most popular commercially available classification system based on psychographic measurements is Strategic Business Insights SBI or VALS framework. تمام، VALS signify values and lifestyle, classify United States adults into 8 primary groups: innovators, successful and sophisticated, active, take charge people with high self-esteem. تمام، مين هم الانفيتورز؟ هم الناس الناجحة، الناس السوفيستيكيتد اللي بيتحملوا المسؤولية، واكتف في نشاط كده، وبيبل وذ هاي سيلف استيم عنده ثقه بنفسه عاليه بيقدر يعبر عن نفسه بشكل قوي. الناس دي تبرشيز ايه؟ تشتري ايه؟ تشتري النيش برودكتس، تشتري المنتجات المميزه، المنتجات السنيه اللي ما تبقاش موجوده مع اي حد. ده الميل النفسي للشراء. طب الثينكرز بقى، ثينكرز هم الماتيور ساتسفايد اند ريفلكتيف بيبل، هم الناس الناضجه، الناس اللي عندهم رضا وقناعة وعندهم الرفلكشن عالي، motivated by ideals and who value order knowledge and responsibility. الناس دي قيمهم وبتقدر قوي قيمة المعرفة والمسؤولية، وإيجابيين ومثاليين إلى حد كبير. They seek durability, functionality and value in product. الناس دي تدور ورا ايه؟ ورا الحاجات اللي تتحمل، المنتجات ذو قوة تحمل، تدور على الفانكشنز اللي هتقوم بيها المنتجات دي ايه، وتدور على القيمة دايما اللي هتحصل عليها من المنتجات، على عكس المجموعة الانوفيترز يهمهم الشو اوف شكله عامل ازاي، تمام؟ المظهر بتاع الحاجة وشكلها يختلف ويبقوا هم مختلفين بيها. Achievers successful goal oriented people with focus on career and family. They favor premium products that demonstrate success to their peers. مين هم الاتشيفر؟ الناس اللي بتنجز، هم الناس الناجحة الجول اورينتد اللي بيركزوا دايما على العيلة وعلى الوظيفة، ويهمهم قوي المنتجات بتاعتهم اللي تحقق النجاح لزمايلهم وقرايبهم وصحابهم. الناس دي بتركز قوي على الاهداف بتاعتهم، وبيركزوا اكتر على ان هم يحققوا اهدافهم. دول اتشيفر، مصممين او محفزين بالانجاز. الاكسبيرينسر دولت الشباب المتحمس الصغير، الامبالسيف بيبل هو سيك فرايتي اند اكسايتمنت. زي سبند ا كومباراتيفلي هاي بروبورشن اوف انكم اون فاشن انترتينمنت اند سوشيالايزنج. الناس بقى اللي بتقضي وقت طويل جدا من الحماسه والشباب والوقت بتاعهم يروح في وسائل الترفيه المختلفه، الموضه، الاجتماعيات، النادي. البليفرز هم الناس المحافظين، الكونفنشن التقليديين and the traditional people with concrete beliefs. قناعاتهم
جامدة، قناعاتهم لا يمكن اللعب فيها أو تغييرها. بيبريفير دايما، بيفضلوا دايما المنتجات المعتادة، المنتجات العادية. يدور على US made products، المنتجات صنع أمريكا. لأ، احنا هنقول بقى هنا في الحالة دي دور على منتجات اتعرف عنها كواليتي مرتفعة and are loyal to established brands، وبيبقى loyal جدا للعلامات التجارية اللي هو اتعود عليها، ما يحبش يغير. strivers trendy and fun loving people who are resources constrained they favor stylish products. السترايفرز دول يحبوا دايما الموضة والمنتجات اللي هي على احدث موضة زي ما بيقول. they imitate the purchase of those with great material wealth. يحبوا دايما المنتجات بتاعتهم ان هم مرتبطين بالبيئة وبالقاع قوي، بالمنتجات بتاعتهم يكون ريتش حتى في الماتيريال، الخامات المستخدمة فيها خامات غنية. ميكرز هم البراكتيكال داون تو ايرث سيلف سفيشنت بيبل هو لايك تو ورك وذ ذير هاندز، الناس اللي يحبوا يشتغلوا بايديهم. زي سيك يونايتد ستيتس ميد برودكت وذ ا براكتيكال اند فانكشنال بيربس، يحموهم ان هم المنتجات بتاعتهم تبقى عملية وواقعية وتبقى برضو صناعة يدوية او يدوروا على الصناعات المحلية. سيرفايفرز هم الناس الكبار الباسف السلبيين اللي concerned about change and loyal to their favorite brand، يهمهم ان هم ما يغيرش، يفضل زي ما هو على نفس المنتجات اللي هو اتعود عليها، ما يحبش ابدا ان هو يغير. البيهيفيرال سيجمنتيشن فاريبلز بتختلف فيها متغيرات هي كمان اكوردنج للاوكيجن، للمناسبات، البنفيتس، المميزات، حاله المستخدم ومعدل الاستخدام، مدى استعداد المشتري واللويالتي، حاله الانتماء للمنتج ولائه ليه، والاتيتيود اللي هي القناعات بتاعته. فانت لما تيجي تقسم باي بيهيفير منتج زي المشروبات لازم تحط في الاعتبار الدايمنشنز او الفاريبلز اللي احنا اتكلمنا فيها دي. بيهيفيرال سيجمنتيشن ديفايدز بايرز انتو جروبس بيست اون ذير نوليدج اتيتيودز يوزز اور ريسبونسز تو ا برودكت. الاوكيجن سيجمنتيشن ناخدهم بقى واحده واحده. is grouping buyers according to occasions when they get the idea to buy actually make their purchase. بقسم طبقا للمناسبات، العميل ممكن يشتري المنتجات دي امتى بشكل كبير، في الكريسماس تمام ده occasion، في الاعياد، في مناسبات معينه. ايه المناسبات اللي هيحصل ترافيك او العميل هيقوم بحاله الشراء المنتج ده، فيبقى بقسم according للايه للoccasion. طب البنفيت سيجمنتيشن از جروبينج بايرز اكوردنج تو ذا ديفرنت بنفيتس ذات زي سيك فروم ذا برودكت، بقسم المشترين طبقا للمميزات المختلفه اللي ممكن يحصل عليها من الايه من المنتجات. عيد الام من المناسبات اللي بيحصل ترافيك على نوعيه معينه من المنتجات، وبياخد العميل بمنتهى البساطه قرار الشراء. ايه البنفيتس اللي هتعود علينا من ملابس رياضيه معينه او براند رياضي؟ ديورابيليتي تمام، كلايماكول، اديبرين بلس. طب دي كلها فيتشرز بتوفرها الملابس الرياضيه، بيمتص العرق، بيعمل تهويه ذاتيه، بيمتص الصدمات تمام، بيخليك كول، ما تحسش بالحراره بتاعه الانفايرمنت وانت بتتمرن تمام. دي بنفيتس هيعود على المستهلك من اقتناء المنتج معين رياضي. طب في اليوزر ستاتس بقى، السيجمنتنج ماركت انتو نون يوزر، اكس يوزر، بوتنشال يوزر، فيرست تايم يوزر، اند ريجولر يوزر اوف ا برودكت. فاكرين الاكسبريشن بتاع عميل طياري
تمام. عميل تياري دي هي دي الحالة بتاعت المستخدم اللي انا ده تصنيف من التصنيفات، احدى امثلة التصنيفات. هل هو مستخدم مستمر دوري ليك؟ هل هو مستخدم لأول مرة فعايز تسيب عنه انطباع عالي لأن في احتمالية انه يجيلك ويبقى مستخدم لويال ليك؟ هل هو في امكانية، في فرصة انه يبقى مستخدم ليك لكن لسه ما جربش المنتج، ولا هو عميل قديم؟ usage rate is grouping market into light, medium and heavy product users. هو ان انا اقسم السوق طبقا لحجم الاستخدام بتاع المنتجات، مستخدم بيشتري بكم كبير، كم متوسط، لا استخدامات بسيطة او خفيفة. loyalty status هي dividing the buyers into groups according to their degree of loyalty. اقسم العملاء طبقا لدرجة ولائهم للمنتجات المستخدمة. Many marketers believe variables related to various aspects of users or there are good starting point for constructing market segment. Occasions mark a time of day, week, month, year or other well-defined temporal aspects of a consumer's life. We can distinguish buyers according to the occasion when they develop a need, purchase a product or use a product. Every product has its non-users, ex-users, potential users, first-time users and regular users. بنمر بكل انواع المستخدمين للمنتجات بتاعتنا او المستهلكين. الذكاء ان انت التقسيم ده تطلع منه داتا، تعمل بيها داتا مايننج كويس، تعرف توظف بيها الرسالة التسويقية بتاعتك. We can segment market into light, medium and heavy product users. Heavy users are often a small slice but account for a high percentage of total consumption. الناس المستخدمين الشرهين للمنتجات بتاعتنا الهيفي يوزر ممكن يكونوا قطاع قليل ولكن بيمثل نسبة كبيرة من معدل الاستهلاك. Some people are unaware of the product. في ناس ما تعرفش على المنتجات بتاعتنا. Some are aware. Some are informed. Some are interested. Some desire the product and some intended to buy. ناوي يشتري. واحد مهتم، واحد عنده الرغبة، واحد عنده فكرة، واحد سمع بيه، واحد ما يعرفش عنه حاجة خالص. تمام. ماركتير usually predict four groups based on brand loyalty status. تمام. المسوقين دايما بيتنبؤوا بالمجموعات المبنية على درجة الانتماء بتاعة المنتجات بتاعتهم. انا قبل ما ادخل في البراند فانل بالتفصيل، احنا براند فانل خدناه قبل كده بس خدناه مرينا عليه مرور الكرام كده، احنا هندخل هنا في البراند فانل بالتفصيل. بس قبل ما اشرح البراند فانل انا عايزه اوريكم فيلم مهم جدا بيحكي عن تجارب تسويقيه لاشهر الماركات العالميه وازاي شركات واجهت منافسه وكومبيتيشن شديده جدا في عرض المنتجات بتاعتها، وازاي في شركات وقعت وخرجت من الاسواق خالص، وازاي في شركات تانية قدرت تصمد وتواجه التشالنج التحدي بتاع المنافسه. Ideas at work. This small company won a decades-long battle to create a new industry called video recorders. Who will create the industries of the future? This
this multi-billion dollar information services company devoted tens of thousands of hours to creating a vision of its future. How much time and effort are you devoting to imagining your future? Ampex tended to its mushrooming business in broadcast video recorders. Some
of the companies saw the potential in the consumer market. But Ampex viewed itself as a high-tech company making specialized products. The mass market was unknown terrain to Ampex. Meanwhile, other firms did turn their attention to the idea of a home video recorder. Sony, Matsushita, and JVC in Japan, as well as Philips in Holland, had already established competencies in mass manufacturing and marketing of consumer electronics. Throughout the early 60s, these companies entered the market with a variety of smaller, easier-to-use machines for the home. Even though none of these products sold well, their failures taught the companies important lessons about consumer needs. First, we started to analyze why consumers showed no interest in VCRs at the time. We did some research about why other companies had not been able to sell their machines. We came to the realization that too many new formats had been created before the basic concept of a VCR had been sufficiently thought through. Shizuo Takano, head of JVC's video team, felt that the true potential of video was as a medium of cross-cultural communication. Takano felt that a universal standard was needed so that anyone in the world could play any tape on any machine. For this to happen, manufacturers had to stop trying to outdo each other with trendy new technologies. Mr. Takano felt that we needed to develop new machines along a single standard so that people could utilize the VCR around the world. And so we needed to design a machine that would be good enough to be accepted by everyone. And so in 1971, after more than a decade already spent working on video, JVC started work on a new format. Although they didn't know it at the time, this relatively small company would spend 5 more years in development and then fight a war for market share that would last another decade. All the JVC did know in 1971 was that they were going up against the biggest competitors in the industry. Sony had collaborated with JVC and Matsushita on the development of earlier formats. But as the mass market came within reach, companies were keeping their new designs to themselves. And by this time, Ampex had unveiled a prototype for its home video system called InstaVideo. It was small, light, and used a cartridge instead of open reels. Other companies like Matsushita and Philips were also developing products. As the race intensified in the early 70s, the JVC video team began work on a strategic plan to focus their efforts. They called it the Matrix. It was a list of goals for the engineers. Not technical specifications, but qualities necessary for the new machine to be successful on a world scale. And the Matrix didn't stop at consumers' needs. Ease of manufacture was also a key goal. JVC knew they would need to enlist manufacturing partners to achieve true global penetration. After a year of work, the JVC engineers completed their first prototype. Their initial goal had been to make the machine as small as possible, and the unit was small, but the components were too tightly packed together, too difficult for any company to manufacture. Mr. Takano really had a long-term vision in mind. He was thinking of setting a standard. But because he was not a very wordy person, he didn't speak about standardization. He would simply say to us, "So, make a better machine." That's why we sometimes felt a little frustrated. We didn't understand exactly what he had in mind, but we pressed on. 2 years and 3 prototypes later. By now, the team had reworked almost every aspect of the machine. A new tape path, new circuit designs, new head designs, a 2-hour cassette. The layout of the
machine was orderly. Circuit boards were designed to be snapped in and out for ease of manufacture and maintenance. But other manufacturers were ahead of JVC, and now their products were starting to hit the market. Betamax was introduced in 1975. The machines were impressive, even with a limited recording time of 1 hour. And JVC was still over a year away from being able to ship its VCRs. If Sony could sell enough Betamax units now, it would become the de facto standard before VHS was even out of the gate. But JVC was not deterred. While both companies had recognized the need to enlist manufacturing partners, JVC was able to build a far broader coalition. Sony had wanted to be the first to market, so it tooled up its factories. This made it difficult for Sony to alter the beta format to incorporate other companies' needs. But JVC adopted a more flexible policy regarding other companies. As long as they adhered to the VHS standard, other firms could make technical modifications to suit their own needs. JVC aggressively pursued partners in Europe: Telefunken, Thorn EMI, Saba, Thompson, and Nordmende were signed into the VHS family. JVC made generous agreements to first supply machines on an OEM basis, and then helped firms establish their own manufacturing operations. JVC's new Bitstar. In the U.S., VHS hit the market in 1977 under the JVC brand, and the following year, RCA, the leading U.S. television manufacturer, began marketing VHS machines manufactured by Matsushita. RCA, the largest American television maker at the time, was perhaps best positioned to sell a home video unit of its own. But after seeing Sony prototypes in 1974, RCA abandoned its home video program, feeling it was too far behind to catch up. Meanwhile, Ampex proved unable to manufacture the InstaVideo system. By the late 70s, virtually all American manufacturers had abandoned the VCR race. Over the next decade, Betamax steadily lost market share to VHS. In 1989, Sony licensed VHS patents and started producing its own VHS machines. The 30-year battle for the VCR was over. But the story was just beginning. The next format wars, in camcorders, digital video, and computers, were just getting started. There are many interesting lessons to be learned from the video recorder industry. The first lesson is that competition takes place in several phases. In phase one, it is competition for features, it is competition for competency building, it is for low-cost experimentation. In phase two, it is to build a standard that is acceptable worldwide. This requires enlisting the collaboration of a large number of your potential competitors. So you're collaborating and competing simultaneously. As the experience of JVC illustrates, competition for the future is often competition to create fundamentally new markets, to fulfill needs that customers cannot yet even articulate. The race to create those new industries, whether it is the VCR, whether today it is digital cash or interactive television, all of those races are much more like a marathon than they are like a sprint. The winners are not the companies necessarily with the most resources, they're the companies with the most perseverance. Transformation is to create a fundamentally new market. Another way is to change the rules of the game in the existing market. Whatever the industry, however mature, there is an opportunity always to change the rules of the game in a way that is a disadvantage to the players that are already there and to the great advantage of the company that has enough imagination to play the game in a different way. The watch industry is a great example.
shop of the Bloch Band Company. Founded in 1735, it is the oldest brand of Swiss watch and one of the most expensive. The watches made here can cost hundreds of thousands of dollars. Monsieur Soleil has devoted nearly 2 months to crafting this wristwatch. The movement has over 300 pieces. Like all Bloch Band watches, it is completely mechanical. This is watchmaking as a fine art. This watch can chime the hours, quarters, and minutes for its wearer. As they have for centuries, Swiss companies dominate the luxury end of the world watch market. We do only about 6,500 watches per year. Each watchmaker makes his watch from A to Z, each watch by hand. Away in Gretchen, they make another kind of Swiss watch. The Swatch production lines turn out more than 40 million units a year. These inexpensive electronic watches may seem to have little in common with the Bloch Band masterpieces, but their fates are tied together. Swatch may have helped save the entire Swiss watch industry. Until the 1950s, the Swiss led the world watch market at all levels. Then the American-based company, Timex, wrested away a large share of the mass market for low-priced mechanical watches. In the 1970s, Citizen, Seiko, and others took a Swiss invention, the quartz movement, and successfully mass-produced it. The new watches set the standard for accuracy. The Asian manufacturers paid their workers far less than Swiss and American labor, so the new watches were low-priced as well. We, the Swiss, haven't realized what was happening. We had invented the electronic watch, quartz watch. We didn't want to use it because it was not poetic enough for us. Somebody else did it. Over just 10 years, Asian companies drove the Swiss completely out of the low-end market and began encroaching into the mid-range. The Swiss share of the total world market plunged from 40 to 15%. More than half of all Swiss watch companies shut their doors, and watch workers protested the loss of 60,000 jobs. The banks decided to restructure the Swiss watch industry and considered selling off the assets. They hired management consultant Nicholas Hayek to draw up the plan. Hayek recommended consolidating the two largest Swiss watch companies into a new company called SMH for its French initials. Hayek believed that the Swiss watch industry was not dead. On the contrary, he saw how it could retake world leadership from its competitors. It was not a question of the salaries we had in Switzerland. It was a problem of sloppy management, of unwillingness to overcome obstacles, of very low power to fight back. Hayek proposed a radical strategy to re-enter the low-end mass market with a watch made in Switzerland by high-priced local labor. For its new strategy to work, SMH would need a heroic engineering breakthrough, an unbreakable plastic watch delivering Swiss quality and quartz accuracy at a price low enough to compete. The company's engineers had to learn from manufacturers of plastic toys and disposable cigarette lighters how to do injection molding and ultrasonic welding. They managed to reduce the number of parts in the watch movement from 150 to 52. The next step, mass production, proved the most difficult. It was discouraging always to have these rejects, 70%, 80% sometimes. And we learned with each day to improve the components, the assembly operation. By 1982, SMH had mastered mass production, cutting the cost of labor to only 10% of total costs. They now faced the problem of how to market the new watch. You couldn't sell it like this. You had to give it its soul. And the soul was the message. The message of Swatch, that we keep true
over the years, and I fight for it with a machine gun if anybody tries to change it. But the high quality, low price, provocation, which is challenging our society in a pacific way, because our society needs it. We do it, we show it, all the time. SMH hired an international team of designers and celebrity artists to position Swatch as a trendy fashion accessory. New designs were rolled out in collections twice a year, as in the high fashion world. The watch industry was transformed. Swatch no service. Swatch doesn't serve only to tell us what time it is. It is a piece of ourselves. We know, for instance, that this object, or watch, accompanies us through our daily functions, even the most intimate ones. People make love their watches. By the mid-80s, Swatch sales took off, building to 27 million units, 10% of the total world market. By the early 90s, SMH had $2 billion in annual sales. Swatch's success has helped SMH's other brands, Tissot, Hamilton, and Certina in the mid-price range, Omega, Longines, and Blancpain in the luxury end. It is in these segments that SMH makes most of its profit. It's very important to keep the lower market share in order to keep competition from getting up to the medium and higher market share, which we controlled at that time. Central to SMH's strategy has been to retain skills for manufacturing critical watch components, such as low-powered integrated chips for quartz watch movements. SMH is a world leader in this technology and a major supplier. The chip has a strategic function in the watch. Without the chip, there is no innovation in the watch. So it is very important to master the development and manufacturing of the chip if you want to be able to provide new products on the market. By the mid-1990s, when Hayek celebrated the 100 millionth Swatch off the line, the Swiss were back as leaders of the world watch industry. The minute we forget or don't know anymore how to do things with our hands, with our machines, how to make products, how to create products, how to innovate products, how to put fantasy in everything we do, then we're going to be depending on everybody else to give us what we need. I will be just a banking society. And a society that makes only banking and is only making money on Wall Street cannot survive. Not very long. There comes a point in every company's history when the majority of management efforts are focused on protecting and extending the past rather than creating the future. That happened to the Swiss in the watch industry. They looked at quartz initially as a threat, not as an opportunity. If you want to compete for the future, you have to look at change as your friend, not as the enemy. There are two very important lessons to take away from the story of Swatch. One, industry leadership cannot be taken for granted. In a very short period of 30 years, the leadership of the watch industry moved from the Swiss to the Americans to the Japanese and back to the Swiss. Leadership will always be challenged. Second, there is nothing called a mature, unattractive, low-end product. By taking a product which had high quality and high precision and adding to it image, fashion, and character, Swatch was able to differentiate their products very successfully. Competing for the future implies that companies have the ability to reinvent themselves. This implies that they can seek out new businesses, new opportunities, and new sources of profit. Most often, this does not happen without a crisis in existing businesses. Of course, the best time to fix it is before it is broken. The list of companies that have downsized and re-engineered is a very long list. The list of companies that have reinvented their industry is much shorter. But the
the shortest list of all is that of companies that, while they're still at the peak of success, have managed to reinvent both themselves and their industries. EDS is a company that has been working at precisely that challenge. Texas, EDS is a world leader in the field of information services, with 80,000 employees spread over 36 countries. The company operates one of the world's largest privately owned computer networks. From this control room, EDS handles data processing and computing for some of the world's biggest corporations and governments, including parent company General Motors. 1962, EDS virtually invented the computer outsourcing business. It has piled up an astonishing record of financial success. By 1990, things were looking so bright for the $8 billion company that its CEO, Les Albertal, could afford to poke fun at himself and the company's button-down image in this corporate video. EDS saw itself growing into a $25 billion company. Albertal made a troubling discovery. Other big companies had enjoyed success similar to EDS's and still gone on to fail. We were shocked to see that between 1970 and 1991, 60 to 70% of the companies that were Fortune 100 in 1970 were not there at all or in any form similar to what they were by 1991. That's dramatic change. There were already signs of potential future trouble. Centralized data storage was becoming less attractive to customers. They also wanted consulting help, which was not EDS's strength. EDS's productivity gains were stagnating, just as powerful new competitors were entering the market. More importantly, desktop systems were displacing the mainframe computers EDS understood. Many new information networks focused not on the office, but on the home. These were not customers EDS had pursued. It was a group of middle managers, not top leaders, who first picked up these faint warning signals and amplified them into a full-fledged alarm. Maybe the seeds of destruction are sown at the pinnacle of your success. And maybe the challenge is to unlearn things that have been successful in the past. We've come to believe that up to 40% of everything EDS is doing today may be toxic to our future. These middle managers, now called the change team, wanted EDS to challenge its deepest assumptions about who it was and what it did. This would mean creating a new strategy and creating it in a whole new way. Strategy in and of itself without some sort of behavior change, without some sort of implementation, is not worth the paper that's printed on. After getting the go-ahead from top management, the change team came up with a new approach. They selected a group of 150 managers representing the broad diversity of backgrounds and experiences within EDS, old veterans and newcomers, women and men, and international as well as corporate staff. We looked at using the 150 people as our way to democratize strategy in EDS. The idea is that there's a lot of wisdom at the top, but at the top of a corporation, you also have folks that have usually worked together for a period, in this instance, of over 20 years. And they've had similar backgrounds, they've run the same businesses, the path to the top has been very similar. The participants were divided into five working groups called waves. Each wave met for a three-day workshop off-site, away from day-to-day distractions. At first, most participants felt complacent about the company's future. The first thing we wanted to build in them was a sense of urgency. When we in fact tested people, do you think EDS needs to change radically? There wasn't a great groundswell of support for that. They all sort of looked at one another and looked at us and said, well, you know, no. I mean, why would we ever want to change anything? We just don't want to mess with the formula for success. Top management wasn't close to the voice of the market. To shake them out of their complacency, the team laid out the facts about the future of other great companies. What do we mean by clear knowledge of market? Then they asked participants to brainstorm about EDS's future customers, their needs and wants. For many, this proved difficult. And I'm kind of an engineer
person by background. I have my degree in engineering, and I like to know how things fit and why we're doing something and what the results are going to be. And so it was very frustrating to me to be going through this process without really knowing where we were trying to get. We had numerous shouting matches, as I recall. It was a challenge for us to unlearn, to unfreeze the thought processes, the mindsets, the mental models that we formed over this past 30, 32 years worth of success. And to come to grips with the fact that what was successful in the past for us may not necessarily be the things that are going to be successful in the future. One exercise in particular had tremendous impact. When participants had to define the company's current economic engine and its future one, they were shocked to discover that they could not agree. They suddenly realized that they were not as prepared as they thought they were to take EDS into the future. The entry poll on the first waves suggested that less than 10% of the people felt any sense of urgency with respect to change. By the end of the first week, it had come up to 90% felt that dramatic change was necessary in EDS for us to remain competitive. The hard part was understanding that. Now, how do we do it? And how do we do it without losing the good things that we had? To explore possible solutions, each group undertook its own project that lasted several months. It was a voyage of discovery. There was a mentality that let's just keep asking the hard questions and not, what's the answer, is there a magic bullet? There was no bullet. We knew we weren't looking for a bullet. We knew we were looking to try to ask ourselves and challenge our own thinking. The first group detailed 11 forces driving industry change, including the growing computer literacy of children. Other teams identified the core competencies EDS would need in the future, its opportunities in uncontested new markets, and ways to overcome the internal resistance to change. More than 3,500 employees labored for a total of 30,000 hours on the new strategy. There was tremendous creativity and innovation, and people were willing to work hours outside normal business on weekends, whatever it took. It was a chance to be corporate architects and not just maintenance engineers. The final product was a strategic architecture for EDS, a roadmap to future success. It is posted along the walls in the room where top managers meet. Three words encapsulate the new strategy: globalize, informationalize, and individualize. At Dallas's Infomart, EDS has constructed an exhibit showing where the new strategy is leading the company. I'd like to welcome you to One Financial. EDS is one-stop shop for all your financial needs. Right this way. The old EDS would not have focused on interactive media, nor on the individual customer. What we have here is the executive information systems. Nor on new markets in personal financial services, information that they need healthcare and consulting. Computer system. Now, a traffic officer isn't going to have a unit like this. We're dealing with the Chicago Parking Authority. EDS has set up a system for ticketing and tracking down traffic offenders. One of the company's newest ventures is in children's education. At a school system near its headquarters, EDS is linking classrooms, administrative offices, and homes via a sophisticated computer network. This is virtually a new business for EDS. We have not been involved in school districts and networking schools as a revenue mechanism. In the future, EDS expects its core business to expand further from its traditional corporate customers to new markets, customers, and services. Guiding these changes is a strategy that EDS believes is widely understood by its employees, in part because so many of them played a role in creating it. The truths that you discover for yourself, you hold much more deeply and much more profoundly than those that are inflicted upon you. I mean, otherwise we'd only go to Sunday school once and you'd be done. There's an old saying that he whom the gods want to destroy, they first give 40 years of success. We burned up 32 years of that. So we're going to have to continue to change throughout the rest of our lives, throughout the rest of our careers. There is
is a significant pro-change constituency in every large organization. What is missing is a forum to provide opportunities for people to contribute to the direction of the company. This process, in addition to creating a good direction, provides extraordinary excitement inside the company. It is a vehicle for people to contribute to the organization's success and to the competitiveness of the company. As EDS shows, if the goal is to create a point of view about the future that is foresightful, that's creative, that's deeply shared, there's an enormous investment of emotional and intellectual energy that is required. This is not a task for the faint-hearted. It can't be accomplished by taking one more lap around the annual planning cycle. Every senior management team must ask itself, are we willing to make this investment? Are we willing to have our most cherished beliefs about this industry challenged? And are we willing to share the task of creating direction and purpose with many more people in the company? What is the real challenge for senior management today? Competing for the future is all about discovering hidden wealth. It is making visible those opportunities that remain dormant and invisible in large companies. It is allowing opportunities for people to contribute. It is allowing people the ability to be part of their own destiny. The good news is that the task here is not to predict the future. The task is to imagine a future that is plausible within the boundaries of technology and lifestyle and regulation. This creates excitement. This humanizes management. This is the real challenge. Are you up to this challenge? من الأفلام الرائعة جدا اللي بتوصف الحالة التسويقية لشركات كبيرة جدا، وزي الشركات دي قدرت تقف وتنافس، وزي شركات تانية ابتدت تقع لأنها بس مش عارفة تعمل بريدكتنج للمستقبل مظبوط أو تحط خطة استراتيجية ليها. يا جماعة العلوم دي مش بمعزل عن بعضها. انت عشان تدرس تسويق لازم يكون عندك عشان تطبق تسويق صح لازم يكون عندك اساسيات اداره، عشان تطبق تسويق صح تبقى فاهم اتش ار كويس، وتعرف تمانج البيبل، وتعرف تمانج ازاي الناس تتقبل فكره التشينج والتغيير. الناس اللي بتقف مكانها وما بتشوفش غير بس المنتجات بتاعتها بتبقى سجينة جوه اطار وقالب ما بتعرفش تخرج منه. ازاي تترانسبورت الفكر بتاع التشينج ومفهوم ومبادئ التغيير، وازاي تخلي المنافسين يتقبلوك في السوق، وازاي تخلي العملاء يعرفوا المنتجات بتاعتك اسرع واكبر، وازاي تقدر انت تفهم العملاء بتاعك وتفهم المتغيرات التكنولوجية اللي حواليك علشان تقدر تأدبت نفسك في الصناعة اللي انت شغال فيها، وازاي تترانسفير الكلام ده كله للموظفين اللي عندك وتخلي عندهم أدابتيشن، تكيف مع مفهوم التغيير علشان يقدروا يقوبوا المتغيرات اللي حواليكم. احنا قبل الفيلم الحقيقة الفيلم بيخدم حاجات كتير جدا من الشرح اللي كنا بنشرحه في الفترة اللي فاتت على مدار المحاضرات يمكن الثلاثة اللي فاتوا، وهيخدمنا كتير في المحاضرة الرابعة والأخيرة. احنا اخر حاجة توقفنا عندها في شرحنا هو مثال عن البراند فانل. لو انت بتكريت براند، لو انت بتكريت علامة تجارية، ايه هو الفانل اللي هي ممكن تمر بيه، او ايه هو زي ما كنا بنقول الستبس او الخطوات اللي ممكن يمر بيها
العميل مع المنتج او العلامة التجارية بتاعتك. اول لو انا شفت مثلا تو براندز اللي قدامي دلوقتي وابتديت احلل النسب اللي هم واقعين فيها، وقلت لك ان البراند الاولاني للبرودكت ايه مر بمراحل متساوية مع الريسنت ترايل، الاوكيجنال يوزر، الريجولر يوزر، والموست اوفن يوزر، وابتديت اشوف النسب دي لكل للمنتج ايه والمنتج بي بالتساوي. الفانل ده بيساعدني جدا علشان ان انا اميز ازاي ان الناس ممكن يكونوا at different stages and ازاي they have converted people from one stage to another، ازاي انت ممكن تحول الناس من مرحلة لمرحلة تانية. الماركتير ممكن يوظف الفانل ده، الماركتينج فانل ده، عشان to break down the market into different buyer readiness stages، عشان يبتدي يقسم البايرز المشترين according لمدى الاستعداد للشراء، والنماذج الـ proportions of consumers at different stages make a big difference in designing the marketing program. المعرفة دي ومعرفتي بالنسب ديت بتخليني بعمل برامج تسويقية بتختلف تماما من شريحة للتانية. اللويالتي اللي احنا كنا بنتكلم عليها متمثلة في حاجات كتير. اللويالتي متمثلة في الناس عايشة حياة الكوكاكولا في كل حاجة، هما بيشربوا الكوكاكولا في اي وقت، بياخدوها فور فن، بياخدوها كمشروب بديل احيانا عن المية، كمشروب يبلعوا بيه الاكل، فبقوا في لويالتي للبراند نفسه. لويالتي طبعا متمثلة في الابل في الفكرة اللي احنا شايفناها دي دلوقتي. اللويالتي ستيتس ماركتيرز يوجوالي انفيجن فور جروب بيزد اون براند لويالتي ستيتس. اول جروب هنصب بس الصورة، اول جروب هو مين؟ هو الهارد كور لويال consumers who buy only one brand all the time. Identify product strengths، بيأكدوا دايما على نقاط القوة بتاعت المنتج وبيشتروا هو منتج واحد طول الوقت. Split loyal consumer who are loyal to two or three brands. Choose company which brands are most competitive. Shifting loyal consumers who shift loyalty from one brand to another. Company can learn about its weakness and correct them. Switchers هم الconsumers who show no loyalty to any brands. Switchers هم الconsumers اللي ما بيظهروش أي loyalty لأي brand. The behavioral segmentation breakdown. البيهيفيرال سيجمنتيشن بريك داون زي ما احنا شايفين كده، عندنا في التارجت ماركت، عندنا في حد اوير، حد ان اوير غير ما عارف بالمنتج، الاوير جربه ولا ما جربوش، طب اللي جربه قابله ولا مش قابله، طب اللي مش قابله يعني بيتكلم عنه بشكل ايه، طب واللي قابله، وهكذا. فالبريك داون ده او السيجمنتيشن في الفيجر اللي احنا شايفينه ده بيورينا ازاي انت ممكن تعمل بريكنج داون للتارجت ماركت من خلال البيهيفير سيجمنتيشن بيس، تمام، من خلال سلوك الايه العميل تجاه المنتج بتاعك. طيب سيجمنتينج فور بزنس ماركتس، ديموغرافيك، اوبريتنج فاريبل، purchasing approaches, situational factor and personal characteristics. We can segment business markets with some of the same variable we use in consumer market. السلع الاستهلاكية، سوق السلع الاستهلاكية ممكن اقسم فيه زيه بالضبط زي مجال السلع المنتجات العادية في مجال البيزنس. ممكن اقسم according للجيوغرافي، benefit، صوت، and usage rate. But business marketeer
also use other variable، بيستخدموا بقى ايه في البيزنس variable تاني، متغير اخر. The demographic variables are the most important followed by the operating variables. ها الفاريبلز بتاعت الايه التشغيل، down to the personal characteristics of the buyer، بنراعي طبعا الخصائص الشخصية للمستهلك. التابل اللي احنا هنشوفه مع بعض بيوضح لنا ازاي الماركتير بيسجمنت الكاستمر بتوعه، بسيجمنت العملاء بتوعه والكاستمر اكوردنج للحاجات اللي هو بيقدمها. فعندنا هنا الديموغرافيك، عندنا الاوبريتنج فاريبل تكنولوجي والكاستمر كابابيليتيز، عندنا البرشيزنج ابروتش، عندنا السيتويشنال فاكتور، وعندنا البيرسونال كاركترستكس. كل واحد منهم تحتيه عدد تانية من السب فاريبلز المتغيرات الفرعيه، بيقدر ان هو الماركتير يستخدمهم كنوع من انواع التصنيف في تقسيم السوق. لو انا جيت قلت لحضراتكم there are many statistical techniques for developing market segments. Once the firm has identified its market segment opportunities, it must decide how many and which ones to target. Marketeers are increasingly combining several variables in an effort to identify smaller, better defined target groups. فمثلا البنك may not only identify a group of wealthy retired adults but within that group distinguish several segments depending on current income, assets, savings and risk preferences. This has led some market researchers to sponsor a needs based market segmentation approach as introduced زي ما شرحنا قبل كده. التابل ده بيوضح لنا الخطوات اللي ممكن بعمل بيها السيجمنتيشن. التابل ده مهم جدا، نكبره. needs based segmentation، segment identification، segment attractiveness، ال profitability بتاعت ال segment، وال positioning لل segment، وال test اللي ممكن يتعمل لل segment، وال marketing mix strategy، تمام؟ الاستراتيجية التسويق هتكون تشمل على ايه، هي المزيج بتاعها. نشوف اول واحد اللي هو ان needs based segmentation groups customer into segments based on a similar needs and benefits sought by customer in solving a particular consumption problem. بحط العملاء في شرائح بناء على الاحتياجات بتاعتهم والفوائد اللي هتعود عليهم من الاستهلاك، او هتحل لهم مشكله استهلاكيه معينه. الايدنتيفيكيشن فور ايتش نيدز بيست سيجمنت ديتيرمين ويتش ديموغرافيك لايف ستايل اند يوزج بيهافير ميك ذا سيجمنت ديستينكت اند ايدنتيفايبل اور اكشنبل. تمام. الاتراكتيفنس يوزنج بري ديتيرمين سيجمنت attractiveness criteria such as market growth, competitive intensity and market access determine the overall attractiveness of each segment. Segment profitability determine segment profitability مقدار الربحية اللي هتعود عليك من كل شريحة. Positioning بقى لكل segment create a value proposition and product price positioning strategy
مبنية على السيجمنت يونيك كاستمر نيدز اند كاركترستكس. لكل شريحة لازم تحط لها قيمة معينة تحصل عليها من المنتجات بتاعتك، واعمل برايسنج مناسب علشان يخدم الاستراتيجية بتاعتك. تمام. Create segment story board to test the attractiveness of each segment positioning strategy. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل صورة ذهنية معينة، استراتيجية تخلق صورة ذهنية معينة ليك عند العميل. طيب لازم باستمرار تتست بقى، تتست مدى جاذبية المنتجات بتاعتك عند العميل عشان تعرف البوزيشننج استراتيجي اللي انت عاملها للسيجمنت ده مظبوطة ولا لا. ماركتنج الماكس هو ان انت تكسباند السيجمنت بوزيشننج استراتيجي، ها توسع في الصورة الذهنية، استراتيجية الصورة الذهنية لكل قطاع عشان تشمل كل النواحي بتاعة المزيج التسويق الاخرى، من برودكت لبرايس لبروموشن لبليسمنت، من منتج لتسعير لترويج لتوزيع. ايه هي الكريتيريا اللي ممكن تكون تساعدك في التقسيم؟ انها تكون ميجربل، سبستانشيال، اكسيسبل، ديفرينشيبل اند اكشنبل، تكون يسهل قياسها وتكون سهل الحصول عليها ومختلفة وقابلة للتطبيق. يوسفل سيجمنتس ار، مين هي السيجمنتس او القطاعات المفيدة بالنسبة لي؟ قيم القطاعات بتاعت السوق. Just because a marketeer identifies a segment doesn't necessarily mean that it is a useful one to target. مش معنى ان انا عملت تقسيم للسوق مظبوط وحددت القطاعات ان اي قطاع منهم ممكن يبقى مفيد ليه. بتحكمني عوامل كتير، السايز، البرشيزنج باور، البروفايل اوف ذا سيجمنت، ممكن اعملها ميجرنج ازاي، مثلا الليفت هاندد بيبل، ها الناس اللي بيكتبوا بايديهم الشمال، this segment is hard to identify and measure، صعب جدا ان انا احدد السيجمنت ده واقيسه، فلازم يكون في القطاع لازم يكون ميجربل. تمام. substantial، the market segments are large or profitable enough to serve، لازم يكون القطاع دوت مربح بدرجه كافيه علشان اقدم له الخدمة. إذا ماركت لارج انف تو ميك ا بروفيت، هل الماركت السوق كبير بما فيه الكفاية عشان يحقق لي ربحية؟ ماركتيرز نيد تو بي كيرفول بيكوز ذيس از اوفن هيفي كومبيتيشن فور ذا لارج سيجمنت. على سبيل المثال كارز فور بيبل هاير ذان 7 فيت، العربيات للناس الطويلة جدا، ها بيحتاجوا عربيات عشان ليها مواصفات معينة او مواصفات في الجلوس. طب بس السيجمنت ده مش في كل الاوقات بيبقى كبير لدرجة اني ادخل في الصناعة عشان احقق له بروفيت. مثال على كده، مثلا هقولك ان انا قسمت المانيا لعدد من القطاعات، القطاع بتاع محدود الدخل في بلد زي المانيا اشتغل عليه واقدم له منتجات بسيطة تناسب محدود الدخل، هو اساسا قطاع صغير جدا، تمام، مش هيحقق لي البروفيت الماركو منه، تمام، لان اساسا نسبة الدخل في المانيا مرتفعة، فاذا هو قطاع صغير ما اقدرش اشتغل عليه بالكامل. اكسيسبل، سهل الوصول اليهم، the market segment can be effectively reached and served. هل السيجمنت سهل الوصول ليه من خلال الميديا المختلفة بشكل وافي؟ مثلا على سبيل المثال البنات اللي داخلين على مرحلة الجواز، ده سيجمنت سهل الوصول اليه لانهم على طول بيتابعوا المجلات والويب سايت اللي بتخدم الجواز وبتقدم المنتجات اللي ليهم، فممكن تعمل اعلانات على الويب سايتس، اعلانات في المجازينز بتاعتهم، فاذا في اكسسبيليتي عاليه.
There are few media vehicles targeted at men getting married, so their accessibility is poor. طيب لو انا جيت بصيت بقى على الرجالة اللي بيتجوزوا، هل في channels كتيرة موجهة للرجل اللي بيتجوز تمام اقدر اخاطبه من خلالها؟ هلاقي لأ، قنوات التواصل معاه قليلة، وبالتالي هو قطاع مش accessible. طيب لازم يكون السيجمنت اكشنبل. effective programs can be designed for attracting and serving the segment. airline مثلا identify seven market segments. is the staff too small to develop separate marketing program for each. صح، صعب جدا ان انا اخاطب كل قطاع على حدة، دي segments كتيرة، واعمل لهم برامج تسويقية خاصة بيهم. differentiation، التمييز ما بينهم. the segments are conceptually distinguishable and respond differently to different marketing mix elements and programs. كل واحد منهم شايل منتجات مختلفة عن التاني، اهتمامات مختلفة عن التاني، في differentiation. فالسيجمنت بتستجيب بشكل مختلف للبرامج والمزيج التسويقي اللي احنا بنقدمها كمسوقين. فالresponses المختلفة ديت، ها لو انا مثلا بتكلم عن المارد والانمارد ويمن، ريسبوند سيميلرلي تو اسيل بيرفيوم، يعني السيدات المتزوجات لسه ست متزوجه وبنت لسه ما اتجوزتش، استجابتهم هتبقى مختلفه لنفس فكره السيل على البرفانات. تمام، فهما ومع ذلك هما مش بيمثلوا قطاعين مختلفين، هما نفس القطاع. تمام، effective programs can be formulated for attracting and serving the segments. بنأكد تاني ان لو انا عامل برنامج تسويقي مظبوط هقدر اوجه الرسالة بتاعتي صح وهقدر اجذب انتباههم. طيب شوفوا كده الباترنز الخمسة ديت اللي بيقسموا التارجت ماركت، هتلاقيني اعملهم ازاي الخمسة دول. هتلاقي اول واحد بيمثل السنجل سيجمنت كونسنتريشن، تركيز على شريحه واحده، لكن الثاني بيمثل سيلكتيف سبيشاليزيشن، تشكيله مختلفه من القطاعات والاسواق. تمام، الثالث يمثل تركيز اكتر على المنتجات، صح، برودكت سبيشاليزيشن، تخصص في منتجات معينه بينزلها في اسواق مختلفه، صح. طيب الماركت سبيشاليزيشن، ماركت سبيشاليزيشن ده بيركز على ايه؟ على سوق واحد، سوق واحد اللي بيشتغل عليه متخصص فيه، بيقدم له منتجات مختلفه. والاخير بيغطي لي الفول ماركت كافرج، بيعمل تغطية للسوق بالكامل. طيب هو الاولاني ده زي بورش مثلا، الاولاني اللي هو سنجل سيجمنت كونسنتريشن، تركيز على شريحة واحدة من السوق بتقديم منتج واحد، زي العربيات البورش، عربيات سبورتيف بتنزل في سوق واحد بمنتج واحد. لكن مثلا السيلكتيف ده زي بروكتر اند جامبل، بينزل منتجات مختلفة في اسواق مختلفة، صح. تمام، البرودكت سبيشاليزيشن انا متخصص بمنتج بنزل بيه في الاسواق بتاعتي كلها، زي فكرة الميكروسكوب، ميكروسكوب هو منتج بنزل بيه للجامعات، بنزل بيه للمنظمات الحكومية او الهيئات الحكومية، فبنزل بيه في اسواق مختلفة. الماركت سبيشاليزيشن هو ان انا انزل بمنتجات مختلفة لكن كلها في سوق واحد، نفس السوق بنزل بيه بمنتجات مختلفة. تمام، الفول ماركت كافرج بقى هو ان انا انوع في المنتجات وانوع في الاسواق اللي بنزل فيها، اللي هو فكرة الديفرسيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ماركتيرز have a range or variety of possible levels of segments. تمام، that can guide your target market decisions. زي الفجر اللي احنا شفناه ده، at one end is a mass market of essentially one segment.
as the other are individuals or segments of one person. Between stretch out multiple segments and the single segments, we describe each of the four approaches next. With full market coverage, a firm attempts to serve all customer groups with all the products they might need. With selective specialization, objectively attractive and appropriate. With single segment concentration, the firm markets to only one particular segment. The ultimate level of segmentation leads to segments of one. Customized marketing or one-to-one marketing. Segments by segment invasion plan. Segment by segment invasion plan دي مبنية على البرودكت variability تعددية المنتجات بتاعتنا، سواء كنا بنتكلم عن personal computer أو mid-size computer أو large computers. الكاستمر جروبس اللي بنشتغل عليهم، سواء كنا بنشتغل على شركات الطيران أو خطوط السكة الحديد أو سيارات النقل. الكاستمر جروبس هنا ان انا احدد الجروبس اللي انا هشتغل عليها بنوعية المنتجات بتاعتي. ده الانفيجن بلان بتاعتنا او خطة اختراق السيجمنت هيكون شكلها ازاي. طبعا الشادوز لو هي بين لحضراتكم ديت، كل شادو منهم بيمثل شركة من الشركات عايزة تخترق السوق ايه بمنتجات ايه، تمام؟ نوعية العملاء ايه والمنتجات بتاعتهم ايه. في كونسبت جديد لازم برضو نبقى واخدين فكرة عنه، هو الميجا ماركتينج. ايه هو الميجا ماركتينج؟ It's the strategic coordination of economic, political and public relations skills to gain the operation in a number of parties in order to enter or operate in a given market. بيبسي كولا مثلا discuss the strategies adopted by the soft drinks and snack food major Pepsi Cola to enter India in the late 80s. To enter the high regulated Indian economy, the company had to struggle hard to sell itself to the Indian government. تمام؟ الميجا ماركتينج أمثلة عليها هو شركة بيبسي. Pepsi promised to work towards uplifting the rural economy of the tourism affected the North Indian state of Punjab by getting involved in agricultural activity. Pepsi ساعدت الهند بأن هي تنمي الاقتصاد الريفي بتاعهم وتساعدهم في الأنشطة الزراعية المختلفة. تمام، هي بتساعد في رفع المجتمع وفي تهيئته وفي الدعم الخدمة المجتمعية ليه. ده في جزء تاني بنسميه ميجا ماركتينج. It made a host of other promises that made its proposal very attractive to the regulatory authorities. طيب، برغم ان كان في regulations قوية من الحكومة الهندية على دخول شركة بيبسي الهند، لان الوعود اللي قطعتها على نفسها بيبسي في تهيئة المجتمع في الهند وتطويره والمساعدة في رفع الحالة الزراعية وتقديم اوفرز قوية، دي خلت الحكومة تتراجع وقدرت البيبسي تخترق السوق في الهند. ماركتينج تارجتينج استراتيجي، ايه الاستراتيجيات اللي ممكن الماركتينج يستهدفها؟ الاندفرنشيتد ماركتينج، استراتيجية عدم التمييز اللي هو بيسموها الماس ماركتينج، ان انا بنزل هو منتج واحد يخدم العملاء كلهم ويخدم الاسواق كلها. الديفرنشيتد اور سيجمنتد ماركتينج، ان انا ميز المنتج بتاعي لكل قطاع على حدة. والكونسنتريتد اور نيش ماركتينج، هو ان انا اركز على سوق بعينه بيمثل النيش ماركتينج. والمايكرو ماركتينج لوكال اور انديفيدوال ماركتينج، المايكرو ماركتينج اللي هو الايه التسويق اللي بيركز على
على قطاع بعينه محلي محدود من الافراد اللي هنبيع لهم. طبعا احنا كده بنميز ما بين تارجتنج برودلي، ان انا بتارجت بستهدف نطاق كبير انترناشنال، ولا بستهدف نطاق محدود وضيق محلي. أمثلة على كده المنتجات اللي احنا شايفينها قدامنا ديت من مختلف الشركات، من نفس الشركة، كل المنتجات نفس الشركة، داوني، بونسي، بامبرز، تايد، إيريال، تمام، كريست، منتجات مختلفة متنوعة بتستهدف قطاعات مختلفة من السوق. segmentation strategies اللي هي undifferentiation بقى، الماركتينج ماكس بتاعتها all buyers in one segment، كل المشترين هيتحطوا ويترصوا قدامنا هو في segment واحد. it's undifferentiated strategy. this is essentially avoid segmentation، بتتجنب التقسيم خالص. it appeal to a wide spectrum of people، موجهة لقطاع كبير جدا من الناس او الجمهور، قطاع كبير منه. products such as antifreeze or candy bars are these types of approach، تمام، الشوكولاتات والحلويات والحاجات دي كلها تعتبر products بتوجه لقطاع مفهوش segmentation. الديفرنشيتد بقى اللي بيقوم بالتمييز ما بين المنتجات وبعضها بيعتمد على الاتي: ماركتنج ميكس، المزيج التسويقي الاول ده هيروح للسيجمنت الاول، ماركتنج ميكس التاني هيروح للقطاع التاني، الماركتنج ميكس التالت للقطاع التالت، وهكذا. فاذا كل قطاع من قطاعات السوق بيعمل له ديفرنشيشن بماركتنج ميكس مختلف. طبعا احنا عارفين ان الماركتنج ميكس بيتكون من الفور بيز. ايه هم الفور بيس بتوع التسويق؟ عناصر المزيج التسويقي الاربعة هم البرودكت، المنتج، البرايسنج، التسعير، البروموشن، الترويج، والبليسمنت، التوزيع. فاذا انا كل عنصر من العناصر الاربعة دي جوه المزيج التسويقي هعمل لها ديزاين مخصوص اكوردنج للسيجمنت اللي انا بوجهه الرسالة التسويقية. فاذا كل قطاع من قطاعات السوق هعمله differentiation market mix or tailored، هفصل له مزيج تسويقي بمحتوياته الأربعة يتماشى معاه. الشركة اللي بتختار differentiated strategy develop separate marketing programs for several segments of this market. this is a costly approach. ده طبعا استراتيجية مكلفة للغاية. that is usually reserved for larger firms such as Nike, Toyota or GE. شركات اللي بتشتغل بالاستراتيجية دي بتكون شركات قوية وكبيرة وغنية جدا والامكانيات المالية بتاعتها كبيرة. differentiated marketing targets several different market segments and designs separate offers for each. الاستراتيجية بتاع تقسيم السوق لأسواق مختلفة أو قطاعات مختلفة بتعمل تصميم لعروض تجارية مختلفة لكل شريحة. طيب الكونسنتريتد بقى أو اللي بيسموه المايكرو ماركتينج، اللي هي الاستراتيجية بتتركيز على قطاع معين. when a firm focus its efforts on offering one or more products to a single segment it is using a concentrated strategy. بتشتغل باستراتيجية التركيز، ها، اللي هي بتركز جهودها والعروض التجارية بتاعتها ومنتجاتها على قطاع واحد بس. ال concentrated strategy is often useful for smaller firms. بتبقى يعني نافعة ومجدية جدا مع الشركات الصغيرة. as it does not have the resources or the desire to be all things to all people. الشركات اللي مش عايزة تبقى كل حاجة لكل الناس وتقدم كل حاجة لكل الناس، اللي هو ال undifferentiation، او بتتجه لاستراتيجية الconcentration، او ان انا اشتغل في مايكرو ماركتينج، سوق صغير ومحدد. زابوس بيبيع الأحذية أونلاين، only shoes and only online. زابو على سبيل المثال بيبيع بس أحذية، ما بيبيعش حاجة تانية، وبيبيعها بس أونلاين.
click to the website and you can pick through 3.2 million items representing 950 shoes brand. كلهم براندات خاصة بالأحذية، منتجات وأحذية بس، والأيتمز كتيرة، ولكن هو concentrated بس في برودكت واحد وسيجمنت بس، اللي هو السيجمنت اللي بيستخدم الشراء من خلال الأونلاين. المايكرو ماركتينج is a practices of tailoring products and marketing programs to suit the tastes of specific individuals and locations. It includes local marketing and individual marketing. Local marketing بيشمل إيه؟ It involves tailoring brands and promotions to the needs and wants of local customer groups, sites, cities, neighborhoods, and even specific stores. Individual marketing has also been labeled one-to-one marketing, mass customization, and the markets of one marketing. هنا بنفرق ما بين المايكرو ماركتينج سواء كان local or individual. دي مجموعة السلايدز الأخيرة ديت الحقيقة مهمة جدا جدا في ان انا اعرف الاستراتيجيز الخاصة بالماركتينج، بالماركتينج تارجتينج، استهداف السوق بتاعي يمشي ازاي، يكون ازاي، سواء كنا بتكلم على undifferentiated marketing ولا differentiated ولا concentrated ولا micro marketing، سواء كنت بتكلم ان انا هشتغل international ولا بشكل واسع وكبير، ولا هشتغل بشكل very narrow ضيق وهضيق النطاق بتاع الاستهداف بتاعي. لازم البداية تكون محدد الريسورسز بتاعتك ايه، اهدافك ايه، موارد عندك المتاحة ايه، اهدافك ايه من السوق، حجم الخبرات اللي شغالة معاك ايه، مقدار البروفيتابيليتي بتاعت الاسواق اللي انت هتشتغل عليها، الهيومن كابيتال اللي شغال معاك، خبراته شكلها ايه، كل دي عوامل انبوتس، عوامل تقدر تحدد وتساعدك في الاستراتيجية اللي انت هتتبعها للتارجتينج، للاستهداف في السوق. تمام، فانت بتقسم القطاعات في الاول، بتكولكت داتا من خلال الماركت ريسيرش، من خلال ابحاث السوق بتاعتك، وابحاث السوق بتاعتك ديت وانت بتعملها انت بتعمل نظريات كثيره بتطبقها، بورتر اناليسيس، تحليل بورتر، استراتيجيات بورتر في قياس القوة التنافسية، الكومبيتيتيف فورسز، فايف فورسز موديل بتاع بورتر، البيست الاناليسيس، تحليل البيئة الاقتصادية والاجتماعية والكالتشر، الثقافة بتاعتهم، والجوانب الليجل الليجيسليتيف، بتحلل الفرص والتهديدات خارجيا ونقاط القوة والضعف داخليا عشان تقدر توصل لإيه هي نقاط قوتك اللي انت هتشتغل عليها، الكومبتيتيف ادفانشز اللي عندك، اللي من الكومبتيتيف ادفانشز بتاعتك او الميزة التنافسية اللي بتميزك هتقدر تحط وتقول انا هخلق براند يتميز بكذا، انا هعمل لنفسي بوزيشنينج، هعمل لنفسي احلال او صورة ذهنية معينة عند العميل بتاعي شكلها كذا. يبقى كل دي ايتمز هتساعدك في ان انت تقدر تحدد الماركتينج تارجتينج استراتيجي بتاعتك هتكون ايه. هتقدر تشتغل على سكوب كبير ولا هتعمل مينيمايزنج للسكوب وهتشتغل بشكل لوكالي ومحدد. طيب زي ما قلنا في حاجات، في استراتيجيات بتبقى مفيدة ومجدية جدا لو الشركة كبيرة، لو الشركة ليها باع طويل في السوق وليها خبرات كبيرة موجودة في السوق، وشركة عندها من الريسورسز ومن البادجت والإمكانيات إن هي تقدر تتعامل مع كل القطاعات. بينما لو الشركة محدودة، محدودة الإمكانيات، صغيرة في الحجم، لسه ما عندهاش سابق خبرات وسابقة أعمال كبيرة في السوق، ده من الحاجات اللي هتخلي الشركة استراتيجياتها ومنهجياتها في التسويق هتختلف، وفي الاستهداف السوق هتختلف.
بفكركم بخطوات كده كنا بنقولها واحنا بندرس التسويق الفاندمنتلز الاساسي في الكور عندنا. كنا بنتكلم ان انا لازم بعمل حاجه اسمها ستاب سيجمنتيشن تارجتنج اند بوزيشننج. البوزيشننج ده هو خلق صوره ذهنيه ليك ووضع وترسيخ العلامه التجاريه بتاعتك في ذهن العميل من خلال ان انت تحط ايدك على الكومبتيتيف ادفانسز او الكور كومبتنسز بتاعتك، المميزات بتاعتك اللي هتميزك عن غيرك، نقاط القوه بتاعتك اللي تميزك عن غيرك وتقدر تدعمها وتنميها وتبني عليها رساله تسويقيه قويه، تبتدي تنزل بالبروموشن بالدعايه والاعلانات بتاعتك وبالتسويق بتاعك من خلال الميديا المختلفه او القنوات التسويقيه المختلفه. الرساله التسويقيه بتاعتك لازم تكون يونيفايد انتجريتنج ماركتنج كوميونيكيشن اور انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن مسج، رساله تسويقيه موحده بتتكلم عن كواليتي. يبقى الرساله التسويقيه بتاعتك في كل حته بتعلي من الجوده بتاعت المنتجات بتاعتك، بتتكلم على ان انت الاقل في السعر. الرساله التسويقيه بتاعتك طول الوقت تفوكس على السعر القليل، بتتكلم عن ان انت الاسرع والمور ريسبونسيف ذو الاستجابه الاسرع، منتجات بتاعتك ذات استجابه اسرع للعميل. يبقى انت بتؤكد على ده طول الوقت من خلال الرساله التسويقيه بتاعتك. احنا خلصنا المحاضره الرابعه، دي كانت اخر حاجه في المحاضره الرابعه اونلاين مع بعض النهارده. بشكركم لحسن الاستماع وارجو ان احنا نكون استفدنا مع بعض معلومات تقدر تساعدنا ان احنا نغطي الجزء الخاص بالادفانسد ماركتنج مانجمنت وجزء مش هين من الكتاب بتاع كوتلر كيلر. اشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضره الخامسه والاخيره من محاضرات الاونلاين للماركتنج. معاكم دكتوره وفاء نصوح، اكاديميه النصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.